السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير هانين. سمحوا لي راني كنحشم لان معايا الضياف اليوم، راني ساد عليهم غير في الطواليت، سمحوا لي بزاف. المهم درت لكم كل شيء، درت لكم الوصفات ديال المناطق الحساسه، درت لكم وصفات الوجه، الوصفات كل شيء. اليوم غنشوف انه نوريكم كيفاش ملي تكوني غاده في الزنقه ودوزي حدا من شي قهوه، من قدام شي قهوه عامره، وتصيدي راجل تجيبيه لداركم يتبعك من اللور حتى يجي يخطبك، فهمتي؟ بلا ما يحس. تحاولي تفصلي جلابه ايفازي بحال هكا، والمشيه تحاولي انك ماشي تمشي مشيت الحمامه ولا هذا، حاولي انك بحال هكا، فهمتي؟ شوفوا شوفوا باش تعلموا الدرس. هذا راه تعلمتم عند فاتحه روتيني اليومي، ومازال تبارك الله راه قرايت، تعلمت هادشي، تعلمته في الخليج وتعلمته في البحرين وفي الهند، تعلمت بزاف. والعراق، العراق سرتو العراق، واش كان هذيك الساعه صدام ضربوه؟ هذيك الساعه انا كنت فاش ضربوا صدام، هذيك الساعه كنتعلم، انا كنتعلم المشيه بحال هكا ايفازي. هذه مشيه ايفازي، اسمعوا شوف، انت ديري هكا هكا، شوفي بحال هكا، ديري راسك بحال دايزه من قدام القهوه، فهمتي؟ وملي توصلي تقربي القهوه هزي بحالك، هزي هزي وتلفتي، ماشي تلفتي جهة القهوة، ماشي جهة القهوة، تلفتي الجهة الأخرى، وخلي هاد خلي لاريال ديالك أو بواريال، لا ريال، لا بواريال خليه اللور، ودوري بحال هكا، وخا ما يكونش عندك كاع ما يكون عندك كاع، وخا ما يكونش عندك ما يدي بحال هكا، وعيطي ندى، ولا عيطي سعاد، فهمتي؟ كاع هادوك اللي كانوا كيتكيفوا كاين اللي مهموم وهذا، يضرب عليك الدورة. تعاودي تدوري بحال نسيتي شي حاجه، وتمي جايه تاني بحالك بحالك بحالك، وتعاودي تاني شوفي، وتعاودي تاني تمي دايزه واحد القهوه بحالك بحالك. هادي المشيه ديال 11:30، 11:30 كيكونوا غير دوك المتقاعدين، فهمتي؟ 11:30 غير متقاعدين، بغيتي تدبري على راسك ديري بحالك متقاعدين. اما المشيه البنات ديال اللي كتكون من ورا السته، هذيك خاصك تلبسي شويه الجلابه وتعاودي تزيريها من هنا، قول الخياط يزيرها لك من هاد لي اونج هادو، فهمتي؟ يحاول الخياط يزيرها لك من هنا. شوفي كي ديري هادي المشيه ديال 6:30 حيت كيكونوا الزوافريه، اما في 11 كيما مشيتي كيكونوا هذيك الساعه غير صحاب الكارطه، اوكي، يكونوا دوك اللي ما عندهم ما يدار، ودوك كيتكيفوا اللي كيتكيفوا الكيف، دوك ما عندك ما ديري بهم، فهمتي؟ تقدر طيحي بشي واحد ميت عليه مرتو وتضربي ليه الدار، ولا فهمتي؟ ودير ليه الدار ولا دير ليه كلشي. المهم في العشيه خاص شويه تحافظي على اللياقه ديالك، والمشيه تكون بالثبات. شوفوا البنات تبعوا معايا، هانت ها ها، حالك بحالك 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 بحالك، تحاولي تمشي هنا وتمشي هنا، لان هذوك ديال 6:30 ما معاهمش اللعب بحال هكا، هانت هذوك 6:30 و7:30 هذاك يقدر يتبعك، يعرف داركم فين كاينه ويجيب مو، فهمتي؟ هذوك ما معاهمش اللعب، هذا كيكون خارج من الخدمه وجاي مفقوس وما عندو لا مرا لا والو، هانت حاولي تلمي هذا ديري ها بحال هكا، هادي هي المشيه، وتعاودي هنا ما تهزيش على جلابتك، هنا ديري بحال هكا انت بحال هكا، وديري بحال هكا بحال كتسني في شي وحده قدام القهوه، قدام القهوه عندك تفوتي قدام القهوه، بحال كتسني في شي وحده، وديري ندى اي حنان عند كاع دوك اللي كيكونوا كيقولوا ما متابعش، كيتفرج في الماتش ديال بارسا، كيتفرج في الماتش ديال الريال، خاصك تدوريه باش يتفرج في الماتش ديال اتحاد الخميسات، هنا عندك انت عندك ماتش ديال اتحاد الخميسات، هاك ديري هاك ديري هاك ديري هاك. المهم اليوم علمتكم كيفاش تدبروا على راجل بزيرو درهم، بلا ما تدخلي لا مواقع التواصل، لا فيسبوك، لا تيندر، لا والو. ها تيندر، وهذا اللي عندك تيندر، هو مشيتك هانتي، تيندر هو بحالك، تحاولي تطلعي الجلابه وديري بحالك، هذا هو تيندر. دابا خا ندخلو البنات لتيندر، والله الا بغيتو تدبرو على راسكم كاين كيفاش تمشاي وتحيلواي شويه، فهمتي؟ داكشي كيبغي شويه ديال التحيلوان، اما الا بقيتي مين بينك البنات، انا غنجيكم من الاخر. انت كي غديري تدبر على راجل وانت من معمل ديال الخياطه للدار مدقدقه، اه، ونهار السبت كتصبني، ونهار الحد كتمشي للحمام، ونهار الاثنين تصبحي في الخدمه، واش انت مسطيه؟ حق مولانا ديما ديري يومين في السيمانه غير باش تدبر على شي حنكور، والله يومين في السيمانه البنات، الا بقيتي بحال هكا من راه الا بقيتي من المعمل الخياطه لداركم وتشربي قهوه وتنعسي وكذا ومدقدقه، ونهار السبت تنعسي
ولو تخرجي مع امك القيصري تفصلي جلابه ايفازي ونهار الحد تشوف الحمام راه والله لا طفرتي. وديري بحالك ديري هكا ديري هكا باش تدبري على راجل. المهم تحيه لكم، هاد النصائح ديالي انا قريتهم في فنزويلا، لا واقيلا ماشي في فنزويلا في كولومبيا قريت هاد النصائح، تبعوهم حق مولانا يتدبر على الراجل. شتي دابا واحد القضيه، يكون عنده الفلوس ما عندوش ما كيهمش، مهم شدي امو من هنا وتولدي معاه مهم قبل ما تشرفي ولا قبل ما يجيك سي الياس. سوليني انا راه جاني سي الياس في 37 كنحشم. عندك قناة في اليوتيوب وعندك فيها 1000 مشترك ولكن واحد في ساعات المشاهدة؟ عندنا لك الحل، حنا فريق الخدمة ديالنا هي نكملو لك 4000 ساعة في ظرف 7 أيام مع نسبة القبول 100%، حيت كنخدمو بطريقة قانونية ما عمرها ترفض ليك. ما عليك غير تواصل معنا وفي ظرف أقل من أسبوع غتفعل القناة ديالك إن شاء الله.